الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أشكر الله سبحانه وتعالى أن مد في أعمارنا جميعا داعيكم والحاضرون، ووفقنا لتلاوة كتابه الكريم في هذا العام أيضا. أتصور كنت بخدمتكم من قبل 30 سنة أو ما، أو حوالي 30 سنة، عندما بدأنا في هذه الديوانية العامرة من سورة الناس من آخر القرآن، وكبرنا وكبرتم، وبعضكم أصبح شيوخا، وبدأ الشيب ينبش أظافره فينا. المهم، نسأل الله حسن العاقبة إن شاء الله. بدأنا من سورة الناس على أنها سور قصار، واستمرينا إلى العام الماضي، أنهينا سورة الإسراء، فأنهينا 16 جزءاً من القرآن، والحمد لله على ما وفقنا عليه. هذه السنة، هذا العام، نبدأ بسورة النحل. في الجزء 14 هذه السورة أغلبها مكية وسياقها مكي، وبعض آياتها تبدو أنها مدنية كما يقول المفسرون وكما يبدو من السياق. حتى أكون قد أوضحت ذلك، السور إخواني كانت تنظم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه السورة تجعل هنا، وهذه السورة تجعل هنا. والذي يقول بجمع القرآن في عهد بعض الخلفاء صحيح، ذاك كان توحيدا للمصاحف، أما الترتيب، الحمد، سورة الحمد في أول القرآن، سورة البقرة مع أنها مدنية، سورة البقرة مدنية، المفروض تجي شو وقت؟ آخر شيء. فهذا الترتيب اللي تشوفوه في القرآن ليس ترتيبا زمنيا، يعني من أول سورة نزلت على الرسول اقرأ، اقرأ وين صايرة؟ أواخر القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالترتيب زمني ماكو. هذا الترتيب من أين حصل؟ نحن نعتقد كما حقق المحققون من علمائنا أن الترتيب وضع في زمن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. نأتي إلى الآيات. الآيات شلون؟ نفس الشيء. يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، لا
لأنه كان الكاتب اللصيق برسول الله. اكتب هذه الآية في هذه السورة، اجعلها في هذه السورة. فلذلك تشوف بعض الآيات مكية مثل هاي الآية، هاي السورة، بعضها مكية بعضها مدنية. من جعل هذا المزج إذا صح التعبير؟ رسول الله بأمره. يأتي شيء آخر ما عندي تحقيق كامل حوله، ولكن حسب ما أحصيت بعض الروايات والأحاديث، أسماء السور شنو؟ الترتيب انتهينا منه، الترتيب في زمن النبي، ترتيب السور وترتيب الآيات. حتى سورة البقرة هواية طويلة، وما يصير كلها نزلت في يوم واحد، كانت تنزل وتنزل وتنزل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اجعلوا هذه الآية في هنا 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 إلى أن اكتملت سورة. بعدين عندما يجي بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ سورة أخرى وهكذا. أما السور الصغار أو القصار فكانت تأتي في لحظة واحدة، مثل سورة قل هو الله أحد مثلا، أو سورة الناس. أسماء السور شنو؟ هل هي توقيفية؟ توقيفية يعني شنو؟ يعني احنا ما نقدر نتدخل فيها. يجي واحد يقول لا اليوم أنا ما أريد أسمي سورة النحل، أسمي في اسم آخر. هذا ما عندي أنا التحقيق حوله صراحة، ولكن بما تتبعت شوية وسألت بعض الفضلاء، يبدو أن هذه الأسماء أيضا كانت في زمن رسول الله وفي زمن الأئمة عليهم السلام. يعني سورة البقرة كان اسمها سورة البقرة، مو أنه إحنا بعدين إجوا مسلمين خلوها هذا الاسم. سورة الحمد كانت سورة الفاتحة. نعم هناك أسماء أخرى أيضا، يعني سورة الحمد وحدها لها ما أدري 7-8 أسماء أيضا من الأئمة، يمكن من الصحابة أيضا. عموما هذا القرآن الذي بأيدينا سنة وشيعة، لا اختلاف فيه، لا في سوره ولا في آياته ولا في ترتيبه ولا في أوله ولا في آخره. وعقيدتنا نحن الشيعة أيضا أن لا تحريف في القرآن، لا زيادة ولا نقصانا. وإذا رأينا حديثا حول ما يشم من ذلك بعض التحريف أو بعض هذا تفسير، تأويل، تفسير، مو معناته أنه واحد مسوي لي شريط يقول هذا سيد محسن ده يحرف القرآن. ليش؟ الذي الآية المعروفة سنسيتها، عندما يمدح الله سبحانه وتعالى ويمن على نبيه بأنه احنا ساعدناك احنا سوينا، انا اقول بعلي، بعلي الرواية، مو انه انا جاي بقرآن جديد. حديث اكو، وبالفعل علي بن ابي طالب نهض مع رسول الله من اول البعثة، مو من اول البعثة، من هو رضيع في كنف رسول الله بعلي، مو آية. من يتذكر الآية؟ بالي بعد العمليتين اللي سويته شوية صاير الزهايمر ميجان شو ميجان. المهم إذا رأيتم في حديث أو رواية أن بعلي مثلا الله، لا 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 مو هذه، هذه مو معناته أنه إحنا جينا حرفنا القرآن، والعياذ بالله. إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
له لحاف. الآن اللي يسجلون يقول قرآن قال، أنا ما قلت قرآن، اشتبهت. اشتباهاتنا أخطائنا ليش يجون هي ينبشوها مع الأسف. المهم نرجع إلى كلامنا، هاي الأسماء أخذوا الصفحة الأخيرة من القرآن شوفوها أسماء عجيبة. هسه أنا شوية قمت أشوف هاي الأسماء، هذا الكتاب المعجز الناس يفكرون لازم كلمات معقدة، أسماء معقدة فكرية فلسفية، لا، بيها أسماء من الحيوانات، بقرة، نحل اللي احنا نريد نفسرها، نمل، حشرة، عنكبوت، أنعام، وهكذا، فيل، بس السورة صغيرة. أكو أيضا ما يرمز إلى السماوات والفلان، مثل الشمس، النجم، الفجر، أسماء الأنبياء، نوح، هاي كلها أسماء شنو؟ أسماء السور، نوح، يونس، إبراهيم، مريم، طه، الأنبياء، وهكذا. تجي إلى قضايا القيامة، القيامة، تجي للاقتصاد أيضا، الأنفال، الرعد، الحج، يعني في منظومة يتعايش معها الإنسان، يتعايش مع الأسماء. مو غريبة عليك عندما تشوف أسماء السور ترتاح منها أصلا، بها حيوانات، بها جبال، بها فجر، بها شمس، بها ضحى، بها مادي النمل، بها أنبياء، يتعايش الإنسان مع هذه الأسماء، وهذه من روائع القرآن، روائع القرآن. خب النحلم هذا، نعم، بمناسبة ورود كلمة النحل في هذه السورة سموها النحل، وبعض سمها النعم، ما شفت حديث ولكن شفت في بعض التفاسير، لأن كثير من نعم الله تذكر في هذه السورة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذه السورة لازم شوية نحكي قبل ما نفسر. الطرق، التفتوا إخواني، الطرق للوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى عديدة، بعضها فلسفية، بعضها عرفانية، بعضها استدلالية برهانية كلامية في علم الكلام. طيب القرآن شلون يستدل؟ نريد نشوف أسلوب القرآن في أن يأخذ بيدي وبيدك لمعرفة الله شنو هي. هسه أنتم في رمضان، في شهر رمضان لتقرون القرآن حتما أو بعضه، التفتوا إلى هذا الأسلوب اللي أريد أشير إليه. لا هو فلسفي، لا هو عرفاني بالمصطلح الحديث يعني، لا هو صوفي، لا هو استدلالي برهاني جدا عميق، لا. طريقة تعريف الله أو أن يأخذ القرآن بيدي وبيدك ليوصلنا إلى معرفة الله طريقة جدا سهلة ممتنعة، هي استدلالية ولكن استدلال خفيف جدا. أنتوا إذا تقرؤون الفلسفة، الأصدقاء اللي قاعدين نحن بخدمتهم خب يدرون الآن الكتب الفلسفية راجت في بلادنا، ما احترامنا لبعضها، ولكن هذه من صناعة البشر إخواني، بدءا من علماء اليونان سقراط وأفلاطون إلى اليوم اللي منجيب أسماء بعض. هذا الأسلوب الفلسفي من اخترعه؟ الله اخترعه؟ لا، ما موجود هذا الأسلوب بالقرآن. النبي
شوفوا كلمات النبي. الأئمة نهج البلاغة، ارجعوا إلى نهج البلاغة. فالخطب التي تشير إلى التوحيد، إلى معرفة الله، ماكو هذا الأسلوب. الأسلوب العرفاني الذي اخترعه فلان وتزعمه ابن عربي وأمثاله، هذا وين موجود عندنا؟ أسلوب قرآني؟ لا. أنا ما أريد يعني هنا أنا الليلة أبدأ بشرح ما يقوله الفلاسفة أو العرفاء، ذاك بحث آخر، ذاك بالحوزة. إحنا علينا بأسلوبنا، أسلوب الله في القرآن، أسلوب النبي، أسلوب الأئمة عليهم السلام. أسلوبهم جدا سهل، استدلال برهان خفيف يفهمه العامي ويفهمه العالم، تجعل أمام المزارع الكادح والذي يسكن في الجبال يفهمه، تجعله أمام المثقف الأكاديمي أو الحوزوي أيضا يفهمه. من ذلك الأسلوب، الأسلوب الذي يتعايش معه البشر دائما، النعم، النعم نفسها. هذه السورة اللي قلت بعض العلماء مسميها سورة النعم، هي سورة النحل، لأن كثيرا من النعم التي وهبها الله سبحانه وتعالى إلينا نحن البشر من أول الخليقة إلى الآن وإلى يوم القيامة، أغلبها يذكرها: الشجر، الجبال، الزرع، اللبن يعني الحليب، الإنسان عندما يولد، ما أدري، وهكذا. أنا مخليها هنا قدامي حتى ما أنسى. السماوات، الأرض، الجبال، ولادة الإنسان، حتى البيت، البيت الذي نسكن فيه، يعني يجعل بصماته، هذه الآية تجعل بصماته على قلوبنا، يقول أيها البشر، أيها الإنسان، انظر إلى السماوات. اليوم عندي كتاب، حقيقة أنا دائما أوصيكم أنه هاي كتب الفضاء وما أدري كتب عالم الحيوانات اقروها، كتاب عندي ضخم حول الفضاء، يعني حقيقة واحد يتحير شنو هالخلق، ملايين المجرات. هسه إذا أقول مليارات تتعجبون، مليارات المجرات والكواكب والنجوم، وهذا الخلق العظيم يشير الله إليها: السماوات، الأرض، البحار، المواخر، هاكي، يعني يعطيك إحساس، ما يريد تروح تفلسف وتجيب براهين وما أدري قواعد عقلية، ما يريد. انظر إلى هذا الجبل، انظر إلى هذا الهواء، انظر إلى الأكسجين، انظر إلى البحار، انظر إلى الأشجار، حقيقة انظر إلى نفسك أنت، حقيقة هذا الإنسان كيف ولد؟ من نطفة، بعدين كبر في رحم الأم، بعدين ولد، وهذا التسلسل الموجود للإنسان، هاي عظمة. بس شنو إحنا؟ لأنه يوميا نتعايش ويا ناسها. أنا اليوم الصبح أقوم من النوم أشوف الشمس، وكل يوم ده أشوف الشمس، كل يوم أشوف الليل. الله يقول لا، تدبر في الليل والنهار، تدبر في الشمس والقمر، هذه عظمة. من خلقها؟ الخالق الواحد الأحد الصمد الفرد القادر على كل شيء. هذا نوع من الأسلوب القرآني في أن يأخذ بيدك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. بس يحتاج شنو؟ يحتاج واحد لا يعصب، يعني لا يعاند. هو بينه وبين نفسه يطالع هذا الكون الفسيح العجيب، وإذا يقرأ بالكتب حقيقة محير ومستمر، مو أنه خلق وخلاص. الربوبية، لولا ربوبية، أنا دائما أركز على الربوبية، لولا ربوبية الله سبحانه وتعالى كل شيء ينتهي. الآن اللي أنا قاعد أقول لكم
وأطالع الجماعة بعيني هاتين لولا إفاضة الله سبحانه وتعالى علي ما أقدر أطالع، ما أقدر أصلا أتكلم ولا أنتم تسمعون. هذه الربوبية الدائمة، هذه من أساليب القرآن. هذه كمقدمة أردت أن أوضحها. نأتي إلى السورة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله، دائما إذا إجى ألف، هذا من قواعد التجويد لا بس تتعلموها إذا متعرفوها، إذا أجى ألف أو واو أو ياء وبعده همزة يصير مد، أتى أمر الله. ليش؟ لأن إذا أنت قلت أتى أمر الله، لا الألف ألف يبين زين ولا الهمزة. عندما كنا شباب كنا نقرأ علم التجويد، الآن خوي ظن الأشياء راحت. أتى أمر الله، ألف بعدها همزة، إذا ألف أو واو أو ياء بعد همزة يصير مد، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه السورة بإجماع المفسرين نزلت في مكة، هذه الآية يعني حتما نزلت في مكة. ليش نزلت؟ النبي كان ينصح الكفار والمشركين، يقول لهم يا ناس ترى أنتوا في ضلال، تعالوا إلى الهداية، اتركوا عبادة الأصنام، اتركوا الظلم على العبيد، اتركوا وأد البنات وما إلى آخره، ترى إذا ما تقبلون سيأتي العذاب عليكم. عادة الأنبياء مبشرون ومنذرون، بعضهم يقولون منذرون ومبشرون، ليراتهم صحيح، هم يعطي بشارة النبي ترى أكو جنة أكو نعيم أكو آخرة ترتاحون فيها، وهم ينذر، لأن الإنسان إذا ما تعطي إنذار كل بشارة 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 وهذا ينخدع بعد. والخطيب أيضا ونحن كناقل التمر إلى هجر قدام الخطباء، الخطيب الجيد هو الذي يجعل الناس بين الخوف والرجاء كما هو القرآن، يبشرهم بالجنة وبالثواب وينذرهم من العقاب ومن الجحيم. كان النبي ينذرهم أيضا، يا ناس ترى أكو عذاب بالآخرة وأكو فشل إلكم، أنتوا راح تنتهون يا مشركين. إيش وقت ده يقول النبي هذا الشيء؟ في وقت أن قريش وصناديد قريش في ذروة القدرة، والنبي شنو عنده؟ عنده أمير المؤمنين، وعند أبو طالب سلام الله عليه دافع عنه، وعند خديجة سلام الله عليها، وثلة من الأصحاب. أبدا، هذه هواية مهمة. يعني أنت تجي إلى بلد بها حضارة بها مدنية بها مثل بها قيم باطلة، تروح ولد تلفزيون تقول يا ناس أنتوا في ضلال، هاي هواية مهمة، إذا ما تقبلون ترى يجيكم عذاب، مو بس في الآخرة يجيكم عذاب في الدنيا، يعني أنتوا حضارتكم مدنيتكم أساطيلكم كلها تنهار. هذه من يقدر يسوي؟ هذه النبي، الأنبياء يقدرون يسوون هذا الشيء لأنهم مسندون من قبل الله سبحانه وتعالى. النبي كان يوعدهم، مو يعدهم، الوعد للجنة الوعيد للنار، يوعدهم بأن هناك عذابا في الآخرة. إذا آخرة مو مهمة عندكم ما تعتقدون، في الدنيا تفشلون، أنتوا قريش ماكو كلكم تنتهون أصلا. شنو صاروا يسوون؟ يستهزئون بالنبي، يقولون وين هذا العذاب اللي عندك؟ طبعا إحنا لما نقرأ القرآن
أنا لازم قريز أسوي مو شكل. لما نقرأ القرآن فقط نقول قصة، هذه الآية نزلت في المشركين، لا والله هذه الآية اليوم حية، حية ناطقة كأنها نزلت للتو. المصلحون الذين يبشرون الناس بالجنة اليوم وينذرونهم من العذاب، والناس تستهزئ يقول هذا الشيخ شي يقول، هذا السيد شي يقول، وين هسه احنا؟ وبعضهم ينكر، هذه صعبة. نفس الحالة كانت في قريش في المشركين. فلا تستعجلوه، يعني شنو؟ يعني كانوا يجون للنبي يقولون وين العذاب؟ يلا جيبه، بالاستهزاء بالسخرية. اليوم ما اجي العذاب، بكرة، بعد 13 سنة النبي هي يقول لهم ديروا بالكم تفشلون تنتهون، عنفوانكم وكبرياءكم يزول. يقول لا يا بنت شنو عندك يتيم قريش وياك كم نفر؟ شوف شنو صار، انتقل رسول الله إلى المدينة وصارت الحروب، بدر وأحد وحنين وفتح مكة، واليهود ضاعوا، فصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكم الجزيرة العربية كلها، ووصل صوته إلى إيران وإلى الروم وإلى مصر، يبعث رسائل إلى أنتوا الآن فكروا أن واحد يبعث رسائل إلى القيادات في كل الدنيا، ماكو من جيب أسماءهم، هاي صعبة. إلى كسرى، إلى المقوقس، إلى الحبشة، إلى ما أدري وين، وينكم يا قريش؟ وين رحتم؟ انتهوا. نعم اجوا بشكل آخر طبعا. بعدين ذهب إلى مكة فاتحا منتصرا، اليوم يوم المرحمة، فداك أبي وأمي يا رسول الله، اليوم يوم المرحمة، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد أو الكعبة فهو آمن، عفو عام عن كل الذين ظلموا. هذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، اللهم صل على محمد. الله يقول أتى، السؤال اللي يجي بادر في ذهنكم، أتى فعل شنو؟ ماضي، يعني صار، أتى. علماء البلاغة يقولون اولا هذه العباره، هذا الاسلوب في القران متكرر هوايه، بس حتى في الاشعار العربيه اكو، كل شيء سيكون حتما ولو بعد سنين تقدر تقول اتى. هذه مساله بلاغيه طبعا، بس شنو وقعه؟ وقعه جدا عجيب، والعرب ذاك اليوم يفهمون هذه البلاغة، هذا الرمز البلاغي يفهموه. عندما نزلت هذه الآية قاموا يرجفون، أتى أمر الله، يعني خلص قضاء حتمي، بس إيش وقت؟ متى؟ ذاك بيد رب العالمين بعد. هسه إن شاء الله إذا صار وقت أقرأ لكم حديث حول بطن هذه الآية، عندنا تفسير وعندنا تأويل، دائما قايل لكم، والتأويل لا يكون إلا بحديث معتبر من الرسول أو الأئمة. حديث أكو، أتى أمر الله يوم يظهر المهدي المنتظر. الآن يستهزئون بعض بنا، يقول هذا ولا عندهم مهدي راح يجي فلان، ما يخالف، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، بس متى يجي؟ الله يدريش مدري. ونحن لم نؤمر بالتوقيت يا إخواني، أنا كل سنة هي أركز على هذا، لأن أشوف بعض الناس دا يحجون كلمات مو صحيحة،
التوقيت حرام عندنا باطل. إذا أقول حرام خو صحيح حرام بس باطل. نحن قوم لا نوقت، أحاديث من رسول الله إلى الإمام العسكري، توقيت ما عندنا. متى يظهر المهدي؟ بيد الله، إيش مدرينا متى، بس يظهر، أتى أمر الله. هذا طبعا بطن الآية مو تفسيرها، تفسيرها حول المشركين. بس شنو قلت لكم؟ قلت لكم القرآن حي نابض. إذا أنت قريت هذه الآية وفسرتها بالمشركين يعني قضية راحت انتهت. زمن النبي كانوا يستعجلون يستهزئون بالنبي، الله يقول أتى أمر الله، لا. القرآن حي دائما. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يا قريش أيها المشركون لا تستعجلوا، يعني لا تستهزئوا بالنبي وتقولون ليش ما أجي ما أجي اليوم ما أجي، لأن كل يوم كانوا يجتمعون في النادي مالهم في دار الندوة عند البيت، يجتمعون ويستهزئون برسول الله ويدزوا له خبر أو قدامه يقولون أنت تقول عذاب يجي إحنا نفشل نسقط ننتهي وين؟ العذاب يشمل الاثنين، العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه مصدر يعني أسبحه أو نسبحه سبحانا، سبحان مصدر، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذول يشركون بالله يستهزئون بك يا رسول الله لتخاف. أتى أمر الله. طيب أحد الأصدقاء وصاني قال الليلة شوي خفف لأن أول ليلة، والحق معه. في تفسير علي بن إبراهيم قال نزلت هذه الآية، نزلت أو السورة، طبعا السورة لا، ليش؟ لأن بعضها مدنية. نزلت لما هذه الآية نزلت لما سألت قريش رسول الله أن ينزل عليهم العذاب. عجيب ما يفتهمون، كانت واحد يهديهم لا يريد منهم أجر ولا يطلب منهم فلوس، يهديهم إلى طريق الحق، يقول تعال أنت ما تقول عذاب أنزل علينا، مثل ذاك اللي في غدير قم خم قال سأل سائل. خب أتى شلون؟ كما قلنا أن أتى ماضي، ولكنه لأنه سيتحقق حتما تقدر تقول أتى. مثل واحد تدري بعد شوي يدخل الديوانية يقول إجا إجا صديقنا إجا، بعد هناك بالشارع. هذا التعبير بالعربي موجود. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إذا أخبر الله أن شيئا كائن، شوفوا ايش قد دقيق العبارة، إذا أخبر الله أن شيئا كائن، كائن يعني راح يصير، فكأنه قد كان. يقول القيامة اقتربت الساعة، يعني شنو؟ انشق القمر ذاك اليوم انشق، ولكن اقتربت الساعة يعني ساعة القيامة بعد. وين؟ يعني خلص القضاء الحتمي. احنا شيئين عندنا ما بي ابدا، يعني تغيير ما بي ابدا، اولاهما او اولهما ظهور المهدي عجل الله فرجه، حتمي لا بدا فيه، وعد حق، والثاني القيامة. فأتى ماضي، ولكنه بما انه كائن حتما تقدر تجيبه بصيغة الماضي. اللطيفة شفت رواية أحب أقراها ما يخالف شوي نطول. هذه الآية سيقرأها جبرائيل سلام الله عليه عند ظهور المهدي عجل الله فرجه. يقول فيضع، الرواية هكذا، فيضع في مكة، فيضع مينو جبرائيل، فيضع جبرائيل عليه السلام رجلا على بيت الله الحرام، رجل يخليه على البيت طاهر مطهر ما يخالف، ورجلا على بيت المقدس. شوف هذا جبرائيل شنو. ثم ينادي بصوت ذلق، يعني واضح تسمعه الخلائق،
كل العالم يسمعها. شو يقول؟ يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قلنا أنه يظهر، شوفوا إجا، هذا في يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب بقية التفسير يبقى إلى غد، فقط في الإشارة أقول طيب يا قريش أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب يا رسول الله أنت اللي تقول أتى عذاب يا حريتي، أنتوا تنتهون، لازم في الحجة تكون. بعدين يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره، يحتاج إلى حجة، يعني الناس يحتاجون إلى هداية إتماما للحجة، وإلا العذاب يأتي بدون إتمام حجة، هذا مستحيل، ليس من عدل الله. يعني أنا أقول لابني أعاتبه بشدة، طبعا ضرب مو صحيح، واحد يضرب ابنه مو صحيح، أعاتبه بشدة ليش ما اشتريت خبز، يقول لي بابا أنت ما قلت لي حقه ولا مو حقه، حق الولد، لأن ما قايل لي اشتري خبز. إذا قلت له اشتري خبز وفهم مني، هذا المهم. مرة الولد ده يطالع شنو هذا الجهاز اللعين المبارك الايفون ما ادري شنو، مرة ملتهي بلعبة مثلا ما التفت، هذا ما عليش بتقدر تعاتبه، يقول بابا انا ما فهمت ما عرفت ما استوعبت كلامك. اما استوعب وعرف وبلغ وانت بلغته اشتري خبز، بعدين ما تقدر تعاتبه. العذاب اخواني لا يأتي من دون إنذار. الإنذار شنو؟ بعدين بكرة إن شاء الله أن الأنبياء أتوا قالوا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كعادتنا في كل سنة أن نستلهم من بعض المواعظ، ونبدأ من بموعظة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يروى عنه هذا الحديث: والذي لا إله إلا هو. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقسم رسول الله يقول والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن. احنا في شهر رمضان من شكل نحتاج أنه شوية روحانية، شوية نلتفت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته حقيقة الله. أنا دائما أفكر وشوية أخاطب الله أقول له سميت أرحم الراحمين، سميت أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين. لو هذا اللقب صحيح لو مو صحيح؟ حتما صحيح، لأنه في الأدعية في الروايات وحتى إشارات في القرآن أكو. طيب أرحم الراحمين يعني شنو؟ يعني كل رحمة الله في الدنيا اجمعها، مليارات البشر عندهم رحمة بعد، انت ارحمهم. فلذلك املنا ورجاؤنا برحمة الله جدا عظيم. هذه الرواية تبين هذا المعنى، الرسول يقول والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله. لا تفكر أن الله لا يرحم، استغفر الله، استغفر العياذ بالله. دائما كن إيجابي مع الله، هاي الكلمة مو لطيفة، كن إيجابي مع الله، يعني دائما أملك بالله رجاؤك بالله لا ينقطع، حتى إذا عمل الإنسان الموبقات. ما أريد أشجع على الموبقات ترى، أريد أقول الإنسان الذي يحسن الظن بالله الله يرحمه. ونحن يا رب نحسن الظن بك حقا في هذا الشهر الفضيل، المسلمين عندهم مشاكل، المهم القضايا تدرون بعد شنو دا يصير، ما أريد أعرج على السياسة، ولكن بالنتيجة نحن نحتاج رحمتك لكل المسلمين يا رب. ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بثلاث أشياء: بحسن ظنه بالله، هاي عقيدة، تع
تحسن الظن بالله ورجائه، يرجو يطلب من الله، وحسن خلقه. هاي بعد تجي إلى الأعمال، حسن الخلق مع العائلة، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الموظفين، مع الخدم. البارحة واحد يقول لي فلان يضرب خدامته، يا أبا ما يصير ما يصير ترى. وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمن. الغيبة هذه شوف ايش قد مع حسن الظن، رجاء، حسن الخلق، والكف عن اغتياب المؤمن. والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمنا، وعد من رسول الله بعد، لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار. ونحن يا رب نتوب إليك، نستغفرك، بعد التوبة والاستغفار، إلا بسوء ظنه بالله، سوء ظن عنده بالله، وتقصير رجائه، ما يطلب، وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن. الله يقول أنت أحسنت الظن، هسه أراويك، تعال يلا عفوت عنك. هذه هواية مهمة. ليش يابا يا رسول الله إذا أحسنت الظن بالله الله يعفو عني؟ نعم. ليش؟ شوف العبارة، لأن الله كريم، مو مثلي أنا بخيل، الله كريم يعطي، لأن الله كريم بيده الخيرات، يعني كل الخيرات، يستحي. الله أكبر، لما أقرأ هذه العبارة حتى في القرآن أم أكو، الله يستحي، هذا التعبير طبعا تعبير بلاغي، ولا الله مو جسم، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه، حاشا، ورجاءه. بعدين الرسول يكمل حديثه يقول فأحسنوا الظن بالله وارغبوا إليه. حسن الظن والرغبة، يعني في هذا الشهر وفي غير هذا الشهر، رغبة إلى الله، رجاء من الله، التودد، التراحم بيننا، صلة الرحم، كلها تجعل قلب الإنسان المؤمن حسن الظن بالله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 الله.